رايح مع المنتخب انا والله يستر. ليش الله يستر؟ لان الناس تقيم المنتخب وتقيم الـ 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 الرياضه في البلد وتقيم المسؤولين في الرياضه كلها على كاس العالم للاسف. واثق في الرجال. في الفتره الماضيه هذا بدايه محور حديثنا اللي احنا جايين عشان اليوم. حظينا بشرف انا والدكتور عادل ولؤي ومسلي ورجاء لمقابلة سيدي ولي العهد، وأعطانا وقت الثمين فترة طويلة وتناقش معانا في أدق التفاصيل. احنا حابين نزف بشرى لشباب وشابات الوطن اللي منهم سيدي ولي العهد، واللي يحس فيهم زي ما مكارمه شملت كل القطاعات. الحمد لله من القطاعات اللي شملتها مكارمه قطاع الرياضي واهتمام سموه.